السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد وان شاء الله في الفيديو ده هنلعب جي تي اي في، هنروح هنسافر البلد عشان يعني زيارة الى البلد. تمام، هنبدأ نسافر وهنجيب عربية للسفر. طبعا قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا باللايك عشان بيحفزنا جدا ويخلينا ننزل فيديوهات على طول. سبسكرايب علشان يعني اول ما ننزل فيديو تشوفنا مثلا لو عجبك طبعا فيديو او اي حاجة، وشير ده اكيد يعني شوف الفيديو لاصحابك عشان كله يشوف قناتنا وقناتك باذن الله دعمكم. عندنا صوت تركيني انا اعمل لنا فولو على انستجرام. بس نبدا الفيديو، ما تنسوش تدعمنا باللايك سبسكرايب شير. انا يوسف اللي ما يعرفنيش يعني. بس نروح نشوف الفيديو. طبعا يا جدعان رجعت لكم بعد ما حدلت على العربيه، وطبعا يوسف برضو عدل على العربيه. ايه رايكم؟ انا جبت الشنط معايا لا انا معاش انا حطيت الشنط في عربيتك وعدلت على العربيه دي. معاك كاوتش ستيبني بس عشان الطريق يا اسطى ولا يهمك. يعني بص، في بنزينه في الطريق او كده والدنيا تمام، فاهم؟ فما تخافش. ما هي بس ما فيش ميكانيكي، يعني هو يا دوب في كاوتش تغيير كاوتشات وحاجات. يلا بقى نركب بقى عشان الوقت. بس ماشي يلا عشان نلحق قرايبنا، عشان نلحق نرجع يعني قرايبنا بقى قبل المغرب كده. انا اشغل الجي بي اس ولا حاجه. تمام. طب انا مش عارف السكه. طيب اقول لك تمشي ورايا. ماشي، ندخل نمسك طريق كده سريع. تمام ماشي. من الطريق ده نطلع حاجات كده، نوقف الطريق. تعال ورايا. سمعني زمرتك كده زمره العاديه. يلا يا حبيبي احنا رايحين بلد، مش رايحين نهزر. هناك كل اعمامك وخلانك كله يعني صح يعني. علمت انت؟ نسيت اقول لكم يا جدعان ان انا ويوسف احنا اخوات في اللعبه. نسيت الحاجه المهمه دي. نسيت اقول لكم ان احنا اخوات. تخيلوا يعني، تخيلوا لو حصل ان احنا اخوات. صح يا يوسف؟ طبعا رايحين نزوق قرايبنا كلهم بقى وكده. فيلا تعالى ورايا يا يوسف. عربيه يعني ايه؟ بس ان احنا بس رحنا عند الميكانيكي ظبطنا كل حاجه عشان ما تحصلش مننا والشغل. انا غيرت البطاريه. انت على فكره الازاز اللي عندك مكسور اللي ورا. والله العظيم لا مش مكسور، ده ممكن يكون عيب. مش عارف. لا مش مكسور عندي. مكسور يا عم. تعالى ورايا بس. يلا يا عم. بس الصراحه احنا ماشيين صح من على الجي بي اس. ماشيين صح. انت عدلت على موتور العربيه؟ انا ما عدلتش عليه. عشان تبقى سريع في المشوار شويه. على اول الطريق الزراعي وانا مسافر قابلتني صبيه حلوه قوي. عايز فلوس من البنك يا عبدو؟ يا عبدو لا. على اساس كنت هتحاول على فينا ولا انا الف انزل القريه دي اخش في محل اجيب شويه حاجات حلوه كده في الطريق. مش احنا على سفر؟ انا اجيب حاجات. انت دخلت القريه ليه؟ كان في يعني سوبر ماركت كده صغير. مش احنا مسموح لينا ان احنا نفطر؟ مش احنا على سفر؟ يا عم هو احنا صايمين اساسا؟ طبعا صايمين يا ابني. احنا بنصوم اثنين وخميس. انا قلت الفتحه استنى. احنا بنصوم اثنين وخميس وثلاث صح؟ ماشي استنى بس الف عشان انا قلت الفتحه اكتر حاجه يا ابني. في بتاع خضار هنا لو عايز. لا في بتاع خضار. انا بصوم اثنين وخميس وثلاث على فكره. واحد خبط فيه. انا هتلاقيني واقف. انت رشاب سيجاره؟ اشرب لي سجاره. ايه؟ تقول ايه؟ 10 سجاير. ولا برضه يعني عشان اشرب طويل. انا رحت خبطت حمار العربيه. مش عارف انا الغباء ده. انا كنت حاسس ان في حاجه هتحصل على الطريق زي كده. انت واقف تعمل ايه يا يوسف بالصراحه؟ انا بشرب سجارتين. لا يعني انا واحد حمار كده خبطت العربيه و... يعني لسه ما كانت في كده ما انت حاجه يعني قرف يعني فاهم. طب بقول لك انا هخش اسحب فلوس من الاي تي ام عشان الطريق طويل. انا مش معايا كان كاش. انا كنت في البنك عشان نمسك فلوس. طب خلاص اسحب. انا كنت اعمل كنت ممكن ادخل من على الموبايل بس مش معايا باقه. الباقه خلصت.
هتسحب من على الموبايل ازاي يعني؟ عادي عادي اه يعني، بدور اشتري والحاجات دي. كده بشتريهم. اه بالظبط، انا بس انا ما معيش باقه بقى. اسحب $50 عشان احسب في البنك معيش فلوس خالص. تقدر اقول لك ما معيش باقه نت، بس في الغالب ما معيش رصيد اساسا، فاهم؟ الدنيا بايظه خالص، كنت نسحب بس والله مش خالص. ويلكم تو ماي ستور. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير، امرني. كيس كبير كده لمني فيه بقى ايه، شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها، وعلى ايس كريم لو عندك، ولو في سندوتشات حط، بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعه والنبي. حاضر. الو، اكلم تريزا لو سمحت، قول لها جرجس. اخذ العربيه بقى وانت بس تجري قدامي عشان مش هرتك بقى. بس انا بحب سواقه الجري يعني. ايه ايه، انا بس نشرب يا عم، نشرب سيجاره ولا حاجه. يوسف حاسب بس هتخبطني. بص انا بحب اجري، ها، فا يعني بص تعرف بس وقت متهوره، اخوك الكبير ومتهور، صح ولا لا؟ تعال نطلع من هنا على طول. رايح فين يا ابني؟ يا ابني انا غلطان، علمتك السواقه اساسا. ما حمار علم حمار السواقه على طول يعني. لا انا مش حمار لو سمحت، ما تغلطش فيا. اما اتخبطت ده باين. ادي ده واحد خبطني. تفرق؟ طب ما انا يا عم، انت بتعمل ايه؟ ايه يمكن ورايا؟ ايش فاهمك؟ لا لا نزل تعارك بقى. استنى. انا زار حد بلغ عني. يا نهار اسود، استنى كلم ليستر. في واحد صاحبي اسمه ليستر كده، كلمه. هو خلص لنا الحوار، هو شغال اللي هو في الشرطه يعني وكده. هو يخلص الحوار. تمام ماشي، كلمه بس. كلمه. انت خدت خطوه دلوقتي؟ احنا خبطنا العربيات يا جدع. طب انا اقول له ايه؟ انت شايف الحكومه ايه؟ يا عم قول له كلمه بس، هو عارف، هو عارف بس. تمام. كلمه بس وانا كشف. واتس اب بال، زي ما بقول لك. بتكلمني يا عم؟ في مشكله هنا يا باشا ولا ايه؟ يا عم يا عم، هو بس بيتنفس بس ما عرفش الشغل يا عم. كريبي انكل ليستر. الله يرحمك او يرحمك والله مش عارف. انا هجيب والله هجيب فاكهه يعني. يا عم تجيب فاكهه؟ اه صح، عشان ما ينفعش نروح حته فاضيه. ما ينفعش نروح حته فاضيه. صح. طب يا ابني خلي عندك ذوق شويه. هجيب ايه؟ ايوه انت مش قايل لسه، قايل معاك فلوس معايا يا عم. 77 الراجل بس. الله يحفظك. نجيب جوافه. خلاص هو صاحبي كده كده، خد وانا بحاسبه بعد. بص لا لا، انت مثلا فاكر انا اجيب لك على حاجه؟ اجيب بطيخه بس انت. انت جيب بطيخه وانا اجيب موز وتفاح. تمام. برتقان. هجيب انا موز وتفاح وبرتقان وكمثرى، وانت هات بطيخ ومثلا. الراجل ده عنده كاكا، اجيب لهم كاكا واجيب لهم كاكا. هنجيب كاكا. كاكا طلعت تفاح بس مش مهم. يلا بس عشان الدنيا بتلاقي له دياب هتطلع عليه. حطهم في الشنطه. استنى بس افتح الشنطه احطها. استنى يا عم. صح. طب انا اجيب بطيختين. هات يا عم بطيختين، انت عارف يعني الفلاحين بسم الله ما شاء الله بيطفحوا كتير يعني، انت فاهم؟ صح. استنى يلا احطه في الشنطه. الشنطه احلى حاجه في العربيه دي ان هي كبيره. ماشي في البلد. خلصنا.
انا خلصت، حطيت البضاعه في الشنطه. يلا تمام، يلا يلا يلا. ها كده العربيه يا عم. ايه احنا وصلنا يا عم. ما يعتبر خلاص، فاضل حاجة بسيطة. طريق طويل بس للبلد. فاضل كم ميل؟ انا بقيت عندهم بقى النهاردة، انا مش هرجع تاني في نفس اليوم. فاضل كم ميل؟ تعالى امشي، مشيت خالص الشمال الجاية وامشي على طول وتخش الشمال كده يعني. ده ولا الشمال ده؟ اه يلا. المستشفى. وانت عارف عمك، انت فاكر عمك تريبو ساكن فين؟ انا ناسي. لا مش فاكر، هو تقريبا مش ساكن هنا هو صح؟ عارف هو ساكن في حته من هنا، انا ناسي يعني. هو هنا تقريبا. وعمك تريفر ده مبهدلنا معاه. هو ساكن هنا، هو. هو هنا صح. طب ادخل يلا فيكم كده، هو يتبسط لما يشوف. ادخل في الجراج وانا اركب ورا. حاسب؟ ايوه بس. طيب خلاص. نخبط عليه بقى عشان نشوف هو موجود ولا لا. يا عمي سلطاها سلطاها يا تريفر. يا عم تريفر، عمي يا ابو العموم. يا عم ده راجل المرج بتاعك ايه يا لهوي. طبعا يا جدعان، بص احنا هندخل كده عندنا في السريع ونجيب لكم عشان نحط لكم، عشان عمي ده بصوا المواويل كلها والقصص كلها عنده. وطلعنا من عنده دلوقتي. وطلعنا نرجع بقى اوان بيت فندق اي حاجه و بس يعني جماعة. وصلنا نهايه الحلقه. قول كلمه عبد الله بقى كده، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب للفيديو وتدعموا قناه يوسف، هتلاقوها في اللينك في الديسكربشن. وبس خلاص يا جدعان، يبقى وصلنا نهايتنا في الحلقه دي. بس يا جماعه يبقى كده وصلنا للنهايه. بس يا جماعه كنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تعمل باللايك والسبسكرايب، هتلاقوا القناه بتاع عبد الله في الديسكربشن. اسمها مستر عبد الله فكري، ما تنسوش تدعموها وتدعموه بالسبسكرايب، عايزين نوصل اكبر عدد من السبسكرايب. تعملوا بالسبسكرايب عندنا ولايك وشير وبس كده. فول على الانستجرام ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله قريبا جدا. كان معكم يوسف من قناه تي ال سي كينجز جيمر، وعبد الله سلام. القناه مستر عبد الله فكري. Yeah.